موعد الأسبوعي مع الدكتور نادر صعب وفقرة جدا مميزة. ابتدينا ملف الشفط اللي هو يعتبر من أهم الأشياء اللي بتهتم بها كل العالم، مش فقط سيدات، حتى الشباب والرجال. اليوم رح نحكي يمكن عن آخر تكنولوجيا في عالم شفط الدهون، صح؟ أكيد. موسوال دكتور، كيفك؟ سير الخير. كتر خير. تمام. طيب لما نحكي عن شفط الدهون، اكيد احنا بالنسبه لنا، لانه ما بنعرف شو التقنيات، بس بالنسبه لنا شيء واحد، بس انت اكيد ممكن تفصلنا اكثر شو الاشياء اللي كانت دارجه وشو الجديد هلا. اكيد شفط الدهون هي عمليه اكثر رواجا بعالم الجراحه التجميليه، لكن طرأ عليها كثير تطورات. اكيد ما خص التقنيات اللي صارت موجوده اليوم، تطورت من حيث التقنية ومن حيث المشاكل اللي كانت تصير صارت جدا بسيطة، وهالشي منا بحاجة للجوء للبنج العام لإجراء هيك نوع من العمليات. والنسبة للنتائج اللي بنحصل عليها صارت أفضل بكتير من قبل، وبنقدر نحافظ عليها أكتر. طب دكتور صعب، ما لقيتوا شي تقنية للكاميرا تشفط الدهون للمذيعات والإعلاميين؟ عم بتزيد بالعكس، عم بتضخ 5 كيلو. اكزاكتلي، كرمال هيك بدنا نشفط الدهون. بالعكس، من انا عم شوف منهم بحاجة لنشفط الدهون. لأن الكاميرا بتنصحنا 5 كيلو. شو بالنسبة للحالات اللي بيتم اللجوء لها بعملية شفط الدهون، بأي حالات دكتور؟ أكيد اليوم سعد ما نحكي بعملية شفط الدهون لازم نميز بين الأشياء اللي بيكونوا لوكاليزي موضعية، يعني عندهم بيكون البطن، الأرداف، يمكن اللاترال تاي، أشياء بسيطة بالجسم، أو السمنة والبدينة العامة بالجسم. وهون بنلجأ لعملية التخسيس اللي بتتم من خلال الباي باس ولا السليب ولا هالعمليات. عملية شفط الدهون لكن منحددها بموضعية الدهون، وبالتالي بنقدر نشفط لحد 9 لـ10% من وزن الإنسان، يعني ما يعادل 7 كيلو 8 كيلو لـ10 كيلو حسب وزنه. وهون لازم على طول ناخذ بعين الاعتبار نوعية الجلد يلي عم بتتم تحته الشفط الدهون. بقدر ما بتكون الجلد منيحة وما فيها ستريتش مارك وتشققات، بقدر ما بتكون النتيجة أفضل، وبالتالي ما بيكون في ترهل للبشرة. عظيم. مثل العادة الأسبوع اللي فات شفتوا كاميرا ببيروت فاتت لغرفة عمليات الدكتور نادر، اليوم كمان رح نشوف عملية تانية ونوع تاني وتقنية تانية رح نتعرف عليها وعن تفاصيلها مع الدكتور نادر، لكن نشوف مع بعض تفاصيل تقرير، تفضلوا. أكيد نحن بلبنان والبلدان العربية، بما أنه موسم صيف، اللي بهم أي إنسان هو يكون جسمه مرتب، إذا كان لبس تيابه يكون مبسوط فيهم أو نزل على البحر، أو هالشي كله بينعكس إيجابا على نفسيته إذا كان جسمه منيح. يعني اليوم بنقدر عند السيد نشيل التراكمات الدهنية يلي عمرها سنين بعشر دقايق من الوقت. طبعا احنا شلنا كثير، العمليه كانت طويله وفي مشاهد فخفنا بس على مشاهد مشاهدينا، فبيعتذر منا الدكتور انه حذفنا الكثير من المشاهد. فخلينا نحكي ايش الجديد بهالتقنيه، وكنا نحكي قبل شوي انه ما في دم. التقنيه هيدي الفور دي مع السلوليز، هيدي بنقدر من خلالها نتوصل الى تفتيت السلوليت، الخليه الدهنيه الميته بالجسم، الى تفتيتها وتدويبها، تحويلها الى زيوت وشفطها خارج الجسم. المميز بهيدي التقنيه انه وقت ما الاله بتدق بالشرايين ما بتضربهم، وبالتالي ما بيصير في نزيف للدم، وبنقدر نسحب الدهن بس. هيدا المميز بهيدي التقنيه عكس اللي كان يصير بالسابق، كنا نلاقي اللون الازرق يلي بي
خيم على المناطق المشفوطة، وبالتالي بيصير في آلام وأوقات بتكون مبرحة وبيصير في ورم كتير، تورم. هيدي مختلفة أكتر. طب دكتور صعب، لما بيكون في ترهل بالبشره او حتى كمان التشققات اللي حكيت عنها قبل شوي، بعد عمليه شفط الدهون الترهل حتى كمان بينشال مع شفط الدهون ولا بيبقى؟ هون نحن بنعمل اسوسيشن، في عندنا شفط دهون وشد للبشره بنفس الوقت من خلال الحراره يمكن يلي بتكون داخل المناطق والانسجه الدهنيه يلي بتؤدي الى انتاج كميه اكثر للكولاجين، اضافه الى الريتراكشن على الفايبروبلاست اللي هن خلايا البشره وبالتالي بتشد. لكن وقت ما بيكون عندنا تشققات كثيره هون التايتنينج اللي بده يصير على البشره او شد البشره بيكون اقل فعاليه، وبالتالي بيكون عندنا يمكن اختيارات ثانيه وهو استئصال الجلد بنفس الوقت. التطور بعالم شفط الدهون هو يمكن عند العالم يلي بيبعدوا كل البعد عن شفط الدهون، خاصة يلي بيكون عندهم عوامل وراثية من وراء الأهل أو العمات أو الخالات، وبالتالي بيصير البنت عمرها 14-15 سنة بيصير في عندها تراكمات دهنية بأماكن معينة بالجسم، وهون بيكون في رفض من قبل الأهل إنه هالفتاة تخضع لعملية شفط الدهون، وهون الغلط، وبالتالي بتصير تلجأ إلى ريجيم كتير قاسي، وهالرجيم الغذائي بصير يأثر على الخدود وعلى منطقة الصدر وبيؤدي إلى تدويب عكس المبتغى. هي بدها تدوب التراكمات الدهنية يمكن على الأرداف، لكن يلي بيدوب فعليا هو الصدر والخدود، وهون بنكون فتنا بمتاهة تاني. على كل سيدة ولا إنه يخلوا بنتهم تشوف جراح التجميل، وهون يمكن من خلال الفحصية والكشف عليها بيقدر يقول إذا كانت هالدهون بتدوب من خلال الجيم ولا الرجيم أو بحاجة إلى التقنيات الجديدة اللي هي السلوليز والبادي لايت التقنيات الجديدة تتماشى مع كل مناطق الجسم ولا بس منطقة الأرداف والبطن؟ هي بتتماشى مع كل مناطق الجسم، لكن على طول نحن في انديكيشن بالتجميل مثل ما قالت غنى، اذا في تشققات كثير بنفضل ما نعملها، فينا نعمل الدبل تشن عليها خاصه عند السيدات، لانه الدبل تشن يعرف بالجراند ماذر ايفكت، بتكون يمكن سيده عمرها 30 سنه وعندها دبل تشن بنقول عمرها 50 سنه، اضافه الى بعض التايتنينج اللي بنعمله على خلايا جلده الوجه بشرة. او اللي اشتهرت فيها هي منطقة الذراعين. صح. منطقة الذراعين بقيت من المناطق يلي ما إلها علاج، وكانت مع الشفط تزيد المشكلة أكثر ويصير في ترهل أكثر، وكنا نلجأ إلى عملية شد الذراعين. والمؤسف اللي كان يصير عندنا هالندبة اللي كثير طويلة يلي ما بيقدروا يخبوها حتى السيدات، هون مع التقنية تخلصنا من هالندبات اللي كانت تكون عندنا. دكتور صعب، النتيجة قد ايه دغري عم بتكون؟ يعني هل هي النتيجة مباشرة بعد العملية ودغري الشخص يعني بيتخلص من عدد يمكن كالوريز بجسمه، يعني بيخسر دغري وزن بعد العملية؟ أكيد النتيجة هي مباشرة ما بعد العملية قد تفوق 30%، لكن بعد شهر بتوصل إلى 60%، وهالنتيجة بتكمل بعد 3 أشهر ل6 أشهر لحتى يقدر الإنسان يتخلص من كل هالنتيجة. شو الفرق بين هالتقنية والتقنية القديمة اللي كنا نستعملها من زمان؟ من زمان كان يكون عندنا هالتقنية كنا بالأسطر نفوت ونسحب هالدهن، يمكن أنا بشبهها لجبنة الجرويير، بنفوت بهالأسطر وبنعمل إدويح بقلب الدهن. صحيح الإنسان بيضعف أول شهر شهرين، لكن بالأشهر اللي بتجي بعدين بيصير في برودكشن عن جديد للخلايا الدهنية، لأنه كلهم بعدهم موجودين وبيصير في إنتاج وبترجع الإنسان بينصح مثل قبل. لكن مع التقنية وقت ما بتفوت هالسوند وبتعطي هالحرارة تؤدي إلى تدمير كامل الخلية الدهنية. حلو. وبالتالي هون يمكن أول الأمر بيحصل على 30% من النتيجة، لكن كمية الدهون الموجودة بالجسم هي اوريدي تفتتت وبالتالي ما بقى تتكاثر
ونرجع ننصح مثل قبل. اوكي، اكيد في ناس هلا بتسال انه انا وزني 130 هل فيني، انا وزني 90 هل فيني، في وزن معين، مقاييس معينه، شو ال عادة الاوزان خاصة عند الرجال بتكون موضوعية، تنقول بالبطن، بالارداف، بالخصر، هون بنلجأ إلى عملية شفط الدهون لأنه بيستفيد بمرحلة أولية تنقول هال 10 كيلو 12 كيلو وبالست أشهر يلي يلو عملية شفط الدهون بها التقنية الفايف دي بنرجع نعمل الفوت، بيقدر يدوب كل الدهن يلي بعده عنده وبالتالي بيقدر يوصل ل 30 كيلو 40 كيلو تدريجيا. حلو. أو إذا كان كله ناصح هون أكيد بنصحه أنا يلجأ إلى الجراحين العامين وبالتالي عندنا عمليات الباي باس والسليف والباند وكلهم. كثير هالتقنيه بيستفيدوا منها الرجال لانه خفت الاوجاع، وعاده نعرف نحن الرجال انه بيخافوا من العمليات وبيكونوا جبانين اكثر من النسوان بكثير والسيدات. الالام خفت، الازرقاء والتورمات خفت، وبالتالي صاروا بيقدروا يحصلوا على جسم يتماشى مع لبسهم. ولكن الأهم عند الرجل أنه بيتماشى مع صحتهم لأنه التراكمات الدهنية تؤدي إلى ارتفاع بالضغط، تؤدي إلى صحيح. ارتفاع بالكوليسترول والسكري اللي بيتخزنوا بالدهن وإلى السمن الزائدة، وكلهم هول بيشكلوا مشاكل على صحته أو على قلبه. وهون من خلال هالعمليات البسيطة نقدر يتخلص منهم وبالتالي يتمتع بصحة أفضل والشكل يتناسب مع حياته الاجتماعية والمهنية. حلو. طب. آخر سؤال، الريكافري بتكون بسرعة؟ أكيد الريكافري منه بحاجة لحتى يبقى بالمستشفى، وبالتالي بعد ساعة من العملية بيقدر يظهر على البيت كونه ما في بنج عام وما في مشاكل. بس لانه عنده سؤال واكيد بتعرف من المشاهدين ناطرينه، بيقدر الشخص بعد هالعمليه ياكل شو ما بده؟ يعني بيقدر يكفي بنمط الحياه اللي كان هو او المود في اللي متبعه؟ اكيد غنى هو اللايف ستايل، نمط الحياه اللي بيكون عايش عليه، اذا ما كان عنده ارتفاع بالوزن وكان الوزن تبعه ثابت من بعد عمليه شفط الدهون بيضل على طول ثابت اذا بقي على نفس النمط نفس الاكل يعني تقريبا. لكن اذا كان هو بنمط حياه عم يرتفع وزنه بنعمل له عملية شفط الدهون صحيح، حب يوطى وزنه يمكن لفترة ست أشهر سنة سنتين، لكن نمط الحياة تبعه غلط، لازم عليه انه يصحح نمط الحياة. وبالتالي أي عملية اليوم، ما بدنا نكذب على المشاهدين، بدنا نقول لهم نحن انه أي عملية بيقوموا فيها من هالنوع لازم هن يكونوا موتيفيتد ويحافظوا عليها وبالتالي يتبعوا نظام غذائي صحي لحتى يحافظوا على صحتهم وعلى رشاقتهم خاصة قبل الصيف. اكسلون، ان شاء الله يكون كل المشاهدين والمشاهدات استفادوا من كل نصائح الدكتور ندى. ثانك يو دكتور، بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله مع مواضيع ثانية، وفيكم دائما اكيد ترسلونا على تويتر وفيسبوك او اي شيء او سؤال تحبوا تتوجهوا به للدكتور، طبعا في حساب الخاص للدكتور نادر اكيد بتعرفوه على تويتر وفيسبوك.